كالعاده النادي الاهلي في العلالي بصراحه، موسم خرافي جدا للمدرب السويسري مارسيل كولر. صراحه شايف اداء متميز جدا الراجل، بصراحه عنده تنوع في التكتيك بتاعه، عنده اكتر من سيناريو بيدير بيه المباراه، لعيبه متميزه جدا عنده سكواد. يا جماعه النادي الاهلي عنده سكواد عالي جدا، عنده لعيبه متميزه جدا. عوده النجوم النار زي علي معلول بيجيب جول ولا اروع من ضربه حره مباشره، بصراحه تالق غير عادي. كمان النادي الاهلي بيلاعب حارس متميز ومتمكن جدا زي جباسكي محمد ابو جبل، شفنا النهارده كهربا، شفنا قندوسي، شفنا محمد فخري، شفنا قفشه بعد غياب، شفنا لعيبه كتير متميزه جدا. قندوسي بينزل وبيصنع جول لكهربا، كهربا النهارده متالق جدا. السنه دي بصراحه من اول يناير بصراحه سنه 23 متميزه جدا بالنسبه لمحمود عبد المنعم كهربا. النادي الاهلي يا جماعه فعلا بيعمل عظمه. النادي الاهلي مش محتاج اتكلم، يعني كولر في 8 9 شهور كملش 10 شهور مع النادي الاهلي بيعمل اداء متميز جدا. وتعالى اذكرك كده يا صديقي الاهلاوي، كولر ايه اهم انجازاته؟ اخد 2 السوبر المصري، كمان اخد كاس مصر من بيراميدز جداره واستحقاق، وكمان اخد بطوله افريقيا البطوله المهمه جدا للمره ال11. النادي الاهلي بصراحه حاجه مميزه جدا، ريال مدريد بصراحه افريقيا حاجه كبيره، حاجه متميزه جدا. شفنا كمان بعد الهدف الثاني كابتن سيد عبد الحفيظ قاعد على الدكه اسد، يعني كابتن سيد عبد الحفيظ قاعد على الدكه بصراحه، راجل كادر محترم جدا بنصدره لمصر كلها، حاجه مهمه جدا، راجل مثقف جدا وراجل هادي جدا وراجل حازم جدا. ودي من مبادئ واسس النادي الاهلي ان مدير الكوره يبقى عنده حزم وعنده لباقه في طريقه الكلام، كمان يبقى قريب من اللعيبه، بيشد وبيرخي، عارف ازاي بيتعامل بشكل مميز جدا، محترم قد ايه منظومه الاهلي، منظومه كبيره ومنظومه مميزه جدا. انا شايف مؤسسه النادي الاهلي مؤسسه محترفه جدا، مؤسسه محترفه على اراضي مصريه. عايز بقى اتكلم بالنسبه لبهاريز المباراه النهارده، بصراحه يعني كولر دارس جدا طريقه لعب النادي الاهلي. فاسيليو طبعا المدرب المميز جدا اللي كان ماسك دجله قبل كده وكان ماسك كمان غزل المحله، النهارده لعب بتكتيك مهم جدا مارسيل كولر، هو الضغط من الامام واللي لعب بيه دفاع متقدم جدا. شفنا كمان اليو ديانج وي دور ومع قفشه وي حمدي لاعب مميز جدا، مروان عطيه، مروان عطيه وحسام عاشور الجيل الجديد او حسام عاشور بالنسخه الجديده، هو يمتاز في سنه بسيطه عن حسام عاشور ان هو لعيب بيقدر يدوس على المرمى ولعيب مميز جدا. وما تنساش يا جماعه ان اللعيب ده كان بيلعب مكانه بوكس تو بوكس، كان بيلعب مركز سنترال ميد فيلدر او اللاعب رقم 8 بالنسبه لنادي الاتحاد، كان عنده مهام هجوميه اكتر من مهام الدفاعيه. كولر بي بصراحه بيوظفه بشكل مميز جدا في مركز السته او اللاعب المحوري يا جماعه اللي هو راس المثلث المقلوب، اللي هو بيلعب ارتكاز على دايره السنتر، وقدامه 2 لعيبه على اليمين طبعا قفشه وعلى الشمال اليو ديانج. وشفنا اليو ديانج بيعمل تشنج او تنوع في المراكز مع قفشه، ساعات بيمين ناحيه اليمين يغطي ورا هاني، وساعات بيمين ناحيه الشمال بيغطي ورا علي معلول، اللي ان شاء الله علي معلول انا شايفه انه ممكن يختم حياته مع النادي الاهلي. علي معلول لسه له سنه مع النادي الاهلي، ممكن يجدد لسنه اضافيه وينهي مسيرته مع النادي الاهلي في عمر ال 36 او ال 37، انا شايفه لاعب كبير. عايز اذكرك يا صديقي ان علي معلول عنده 34 سنه، علي معلول كمان اغلى لاعب بيتقاضى اجر داخل افريقيا كلها. علي معلول بياخد مليون ونص دولار، مليون و500 الف دولار، ومن الاخر يستحقهم يا جماعه. علي معلول هو افضل محترف في تاريخ النادي الاهلي اجنبي، انا دي من وجهه نظري، عدى فلافيو، انا دي وجهه نظري، عدى كمان جيلبرتو. تخيل معايا ان علي معلول اخد 3 افريقيا مع النادي الاهلي، 3 افريقيا، حاجه مهمه جدا، حاجه محترمه جدا. النادي الاهلي بيعمل تاريخ، النادي الاهلي بيعمل عظمه. تعالى بقى نتكلم بالنسبه لمكاسب النادي الاهلي من المباراه. اولا محمد ضيا كريستو شفناه بشكل متميز جدا، اللعيب لمسته يا جماعه للكوره لمسه لعيب موهوب جدا، لعيب مميز، لعيب عنده من وجهه نظري يعني تالنت عالي قوي، تالنت من اللعيبه المحترمه جدا، كره تحت رجله شكلها حلو قوي. ده خير بديل لبيرسي تاو مع طاهر محمد طاهر، ان بيرسي تاو يا جماعه لغايه الوقت اللي بكلمكم فيه لسه ما مدتش عقده، بيرسي تاو هينتهي عقده في يونيو 24، يعني الموسم القادم اخر موسم ليه مع النادي الاهلي. كابتن بيبو قعد معاه، هو وعد كابتن بيبو وعد اداره النادي الاهلي ان اللاعب في حاله عدم وجود اي عرض من الدوريات الكبيره زي الدوري البلجيكي، زي الدوري الهولندي، الدوري الفرنسي، الدوري الايطالي، الدوري الانجليزي، لو ما جالوش اي عرض من الانديه الكبيره في اوروبا او من الدوريات الخمسه الكبرى او معاهم تركيا ومعاهم البرتغال او هولندا كمان،
اللاعب هيجدد للنادي او هيمدد عقده مع النادي الاهلي لمده سنه، اللاعب مش هيسيب النادي الاهلي ويروح يلعب في الخليج. انا شايفه بصراحه بيرسي لعيب هايل، عنده ثبات غير عادي، لعيب متميز جدا. النهارده ما كانش في حالته، بس اللي اقدر اقوله ان بيرسي لعيب كبير، والكواليتي والجوده بتاعته بانت قوي ان هو فارق عن لعيبه النادي الاهلي ولعيبه افريقيا كلها في دوري ابطال افريقيا. شفنا مباراه صن داونز كان هايل، في مباراه الرجاء كان هايل، مباراه الوداد رايح جاي كان بشكل مميز جدا، كان لعيب كبير ولعيب متميز جدا. كمان مباراه الترجي سجل هناك وسجل هنا، انا شايفه لعيب كبير ولعيب متميز جدا. تعالى بقى نتكلم على الفولت العالي يا جماعه، كهربا ما بينه ومن ربنا عمار للعادي. كهربا ده صراحه يعني زي ما بيقولوا ايه، عامل تجاره مع الله، عامل تجاره مع الله، عامل تجاره مع الله. كهربا سبحان الله اي مباراه بينزلها بيبقى له بصمه، يا اما بلين يا اما اسيست يا اما هدف يا اما كوره مفتاحيه. بصراحه كهربا لعيب هايل جدا. انا كراجل والله ما اهلاوي، بس انا بعشق كهربا يا جماعه. انا شفت كهربا ده من هو ناشئ صغير، من ايام ما كان في انبي كان لعيب كبير جدا. انا كنت بلعب يا جماعه في نادي مصر البورسعيدي او من ناشئين النادي المصري، كنت لعبت ضده مره واثنين وثلاث من هو صغير، كواليتي غير عادي خاصه في التهديف على المرمى. من هو صغير كان بيلعب منتخبات، لعب كاس عالم، اخذ بطوله افريقيا للشباب، لعب في لوزير، بصراحه كسر الدنيا مع اتحاد جده، لعيب موهوب من الدرجه الاولى. يعني كهربا يا جماعه لغايه دلوقتي ما جابش 50% من مستواه. عايز اتكلم بالنسبه لمحمد شريف، شوف سبحان الله مع ان شريف ضرب غطس غير عادي، اما كولر اتكلم مع كابتن بيبو كابتن حسام غالي وكابتن كمان سيد عبد الحفيظ، اتكلم مع الجهاز المعاون كامل او الجهاز الفني المعاون، واتكلم وقال ان هو محتاج يجدد مع محمد شريف. احنا عارفين محمد شريف عقده هينتهي مع النادي الاهلي الموسم القادم، عارفين ان محمد شريف ضارب غطس بقى له فتره. انا شايف بصراحه كولر بيأمن وضع محمد شريف ان هو لعيب كبير ولعيب متميز جدا والراجل مقتنع بيه. طب مين اللعيبه اللي هتمشي خلاص من النادي الاهلي على السريع؟ اذكر لك 8 اسماء. اولهم برونو سافيو هيروح بالفار على سبيل العربي 200,000 دولار البوليفي، كمان ايمن اشرف، كمان كريم الدبيس، محمد فخري، احمد كوكا، كمان والتر بواليا، لويس ميكيسوني، شادي حسين. 8 لعيبه لغايه دلوقتي هيغادروا النادي الاهلي، معاهم كمان 6 أو 7 لعيبه كمان هيغادروا النادي الاهلي. عايز بقى اتكلم في حاجه مهمه جدا، وهو امام عاشور. هل امام عاشور هيجي النادي الاهلي؟ هل امام عاشور هيجي على سبيل الاعاره من نادي ميتلاند؟ عايز اقول لكم يا جماعه النادي الدنماركي ده ما بيهزرش. النادي الاهلي لو فوض اللاعب عن طريق اي حاجه غير البوابه الرئيسيه لنادي ميتلاند هيحصل غرامات كبيره على النادي الاهلي، وممكن يحصل له ايقاف في القيد، ممكن يحصل غرامه ماليه كبيره جدا. اللي هيحصل ايه؟ ان النادي الاهلي بيفكر مع الكابتن بيبو، مع الكابتن حسام غالي، مع كولر، وهو خير بديل لحمدي فتحي. حمدي فتحي ب 3.5 مليون دولار، امام عاشور هيبقى ب 3.5 مليون دولار. طب لما تيجي تشوف تحط الاثنين في ميزان واحد، لا امام عاشور اتقل بكتير من وجهه نظري من اللاعب الكبير المتميز جدا حمدي فتحي. انا شايف النادي الاهلي هياخد اللاعب سنه على سبيل الاعاره بنيه الشراء. فامام عاشور هل هيجي النادي الاهلي؟ بنسبه 50 50 امام عاشور ممكن يكمل في اوروبا، بس امام عاشور عينه برضو على النادي الاهلي، نادي كبير، نادي متميز، ولو جه اكسر الدنيا ويلعب اساسي في المنتخب. خد مني امام عاشور لو جه النادي الاهلي هيلعب اساسي في المنتخب. اتمنى التوفيق ان شاء الله لامام، اتمنى التوفيق للنادي الاهلي، اتمنى التوفيق لجميع الانديه المصريه ان شاء الله. استنى مني ان شاء الله فيديو تفصيلي عن صفقات نادي الزمالك وعقد احمد فتوح، واحمد فتوح مضى الاهلي او ما مضاش، كل الامور اللي لها علاقه بالجوانب الفنيه والجوانب الماديه بالنسبه لنادي الزمالك. استنى ان شاء الله مني يا صديقي فيديو مهم جدا جدا. الف مبروك النادي الاهلي فوزه على البنك. النادي الاهلي يحتاج يوصل للنقطه 77 عشان ياخد الدوري بشكل 100% ويبدا يعتمد على اللعيبه الاحتياطي او يطلع ناشئين. كل التوفيق للنادي الاهلي واحلى مسا على الاهلاويه. ده كان فيديو النهارده، لو عجب الفيديو يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، يوصلك كل جديد. انا محمد يونس دوم.